كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. مالنت كوباد مناسبة عيد الفطر جاء يا مانت سوي لو ود بالدقة مجرد بلد وين دولت قبلات خير شو ولا إذا نكون منها قفوا إسكي كريم هذه حافظها مجرد بلد وين أي لبض الركع عيد كوسو تكودين فجارها إسكول كحوطة كي مجرد بلد وين وحنا سلاد كدي بان ميكروفون كلا صلح برني غير كم إذا شعب كم مجرد بلد وين كواسو إسكو جهم بلي مالنت كوباد مناسبة عيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد والسلام يا دمان المسلمين تملكستي جوكتو وحن ليها عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير ما أنتم قالت بذوين وحن لوقوا عيد السين نبضاها الحمد لله السين نبضاها قصودو كني عيداني عيدي هوريتو وحبضنا فرقية أيا ودح أيو مكستو مسلمين تمركستو بأي عيدين هذا عيدان بذويني ما وحن لوقوا عيد السين نبضاها كدوين جوي هوري اللي قجر جري جو كدوين داتكو أي دري ما يعني قفكستو بينو حرية أوي هاي وحن ليها كل عام وأنتم بغير قفكستو مسلمين وحن ليها نبضكو عيد إلها عيد عيد إذا كانت وقدرش بشي برواقها نو قرسيو وحن لكن كسلامة يا دمان انت موقيقي مغل كيغة تغانو وحن سيقارو سلامة يا فامي الكيغة قيبسك للدول دالي دبد مشي جوغان ومقعيق عبد الكريم جماعة الحالنية رمان بردينو حلوق عدسيو ناكسن دادك ماشي كسلامة ترلقم سوكوبي كر رمان مسلمات لو سلامة ملك سي جوغان سلامة الله يهو كل دوي عيدي هوري عيدان عيدي هالمرة سلو عيدي عيدي هوري مرة راك داجر تلك عيدي جري معنا تلك ولا سلو عيدي معنا سزا كل دويهن أمان بخير علينا وعليك الحمد لله وفرحه ايام كعيدنا ما شاء الله هي امه المسلمين تا غير هان امه الصوماليه وحن لهي الحمد لله ياد يا اد بان ليدك سو ما حد علينا يا ما شاء الله هي كل عام وانتم بخير وحا وهي مال فرحه وايه وا يوم العيد وا لبا عيد ايا سارن عيد الجمعه يا عيد يا عيد السند وايا الحمد لله يا مال السند والبسند ككدم بيو مقاوا كسي دوان تهي وانا كف فرحات بدن تهي الحمد لله مقالة بلد ويننا قارهان سي وناكسن او فرحات ايا لو عيد السنة يا الحمد لله امد مسلمين تانا وحن الله هاي كل عام وانتو بغير مال والبا او دوني دا عشي دا تكجوكتان وحن الله هاي مال والبا فرحات ايا الحمد لله كو عيد استا صاحب مانتي بلدين وحن لو عيد يسي تمشاد له وعيد دمان مسلمين تو اسكو هم بلينيان انا شخصيا مسلمين تو حان لها كل عام وانتم بخير ملو اللي بودوني دا اتكي جوكتين فرحات كو عيدة باش باش يبر واغبا ندي رجينا يا سيونا اكسان ايا لوغ عيدي مارك تهي دادكو فرحات يتماشات ايا كو جران كما قصنو الهي ونمعي روبكي يا رحمة دي علانوي اسكسو سعطا مارك تهي واحد بهم مجران الحمد لله شو رب العالمين waxaan leeyahay muslimiinta meel walba dunida ka joogan kullu caam waantu baqay tanteeda kale ala lagu gaarsiiyo samo iyo barwaaqo insha Allah ta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed waxaan ka soo baxnay amaashi ilaahay nagu waajib yeelay maanta waa faraxsanahay hadana ciidii soo dukanay sanadkaana aba ka sanad farxadeed waxyaabo badan oo hadaan inta laga sheegi karin la soo maray guulo fara badan aan dhacay hadana soonkii aan ka soo baxnay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala sanadkan sanadkiisa kale inuu bashbashii barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo ummada islaamka meel kasta ay joogto السلام يا جارهان تدك الصوماليات وحلا يا فرحات كعيدة إلى إذا بعثت عن نقد الغاضة سنة كان سنة كيس خلنا قير يبرو قال أنا وقرس الحمد لله سعب كل واي تلفش كير شبال تي في وانكم فرح سنة هنا ما أنت كقيب قاعدنا يوم هو ها وجدا نروح دبضنا عيدا كما قال البلد وينه وحنا دوم فرح سنة هاي هنا تعيدا عيد الحمد لله ناس وقب صوم معرفي أعمال ونعكسن سيدوك لا تم هو ها دتك لان ما أنت فرحات wujiyo dalaga wada dhahan karo waxaan leeyahay aad oo maasintiin meel ka soo joogteen idoo wanaagsan gudoomiyaha degmada feerfeer ee dowlad goboleed kirshabeelle mudane jeelle iyo gudoomiyaha ku xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan mudane xasan ibraahin cabdulle ayaa si wada jir ah ka maamulan ugu hambalyeeyay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka hiiraan munaasabadda ciidda dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta meel walba joogaan ciid wanaagsan aan leenahay annaga hadda halkan waxaan ku joognaa agaasimii isku duuhii degmada feerfeer Soomaaliya maaliyadda iyo gudoomiyihii degmadaanahay saaki degmada iyo gobolka intaba wax looga ciideen nabad iyo sharaf iyo soo dhaweyn iyo ummada farxadeed inaan la qaybsanaa gobolku soo aadnay alxamdulillaah ilaahay baa mahadle iskale hadda wixii soomayn ilaahay baa sii doono faralkeeda waxaan soominay ilaahay soo hanuuniyaan leenahay
بعد الصحافة ده ماشان كانت الصحافة ده وحن ما رحت يعني أيقنا كوبي رجلينا هنا فرحة ده أي غيب توضع أي كقتل وحلا سوكو بكرمان عيدا نوي كده أنت عيدي نقول دواي نبت قليو يا وحياله اللي جبقي جري منا ما مجران نبت قليا جرتو ما الأول بنبت قليا لقوم أنا قفل بنبت قليو كسعة الحمد لله إلهي ما ماتاله حنبلي 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 وحال كان وحن بليني أو مدة الصوماليات ما لو بقى دنيا كده جوعان خاصة مدر هير شبالة كسر من قبل كيران حنلاقي هاي حنبلي 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 حنروى إن الشعب كصوماليات أنا جوا حنبلي مناسبة عيدة سيدو كله إن إسكو عويان ما دام على الوجر ما أنتي ما أنتي كواد هبينك كواد عيدة إن إس عويان ومدة كنول قبل كيران سيدو كله وحن روى إن أهم بليه إذا ما ذا قيوب ذك الدوان أمن قصوية فرما حد قال ككل جرك وحن نبديد كا وحن ليه هاي وما سنتين أنت لما تنا الله جلي جنا ذا أنت دعوة عنا الله عافية أنت عاف ما تقطن حلايا وكقول سدون تان كحن نبديد كا سدوا كلا وحن روى إن أمد كنول قبل كيران إسكوجر جاران إس عويان أنت أنقول ظروفته si kasta oo guud ahaan badalka waxa maanta lagu dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda iyadoo 29 maalmood ay dadka soo soo naayeen ay maanta u tahay maalinta koowaad ee ciidda fadriga Cabdi Shakur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne